وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور إسماعيل تركي الباحث في العلاقات الدولية. دكتور إسماعيل بعد التحية، كيف تابعت اجتماعات وزراء مجلس التعاون مع نظرائين في الأردن ومصر والمغرب، وكيف تضيف هذه الاجتماعات وهذه المناقشات إلى الأزمة في غزة والطريق إلى حلها؟ تحياتي لحضرتك أستاذة آلاء ولكل السادة متابعي قناة النيل الأخبار. خليني اقول لك انه ده الاجتماع الثاني اللي يعني ضمن الآلية التشاور السياسي اللي تمت عقدها او تم التوقيع عليها في فبراير من العام 2022 مع مجلس التعاون الخليجي، واللي بتضم زي ما حضرتك قلتي مصر والاردن والمغرب، وتمت اجتماعات بشكل منفصل مع كل دوله مع دول مجلس التعاون الخليجي. واللي بعتقد ان بتاتي هذه الاجتماعات للبحث في كل مهددات الامن القومي العربي والحفاظ على ما تبقى من قضايا تهم هذا الامن الاقليمي والامن العربي بشكل كبير، خاصه وان يعني زي ما وزير الخارجيه سامح شكري عرض في كلمته انه يعني المنطقه بتمر بظرف دقيق في ظل عدوان اسرائيلي دموي على قطاع غزة يرتكب كل المجازر وكل الجرائم، ويعني عملية إبادة كاملة. وبالتالي يعني أطلع وزير الخارجية المصري نظراء الخليجيين على ما تقوم به مصر من مجهودات منذ بداية العدوان، وأكد على رفض مصر للتهجير القسري ولسكان القطاع. كمان يعني أكدوا مع نظرائهم الخليجيين على ضرورة إدخال المساعدات بأكبر قدر ممكن لسكان القطاع. الأمر الآخر وهو يعني عرض ما تم التوصل إليه فيما يخص تعنت أثيوبيا في مفاوضات سد النهضة، وكيف أن مصر يعني رأت أن هناك تهديد لأمن الصومال وأنها أوقفت المفاوضات الخاصة بهذا السد. هذه الاجتماعات يعني اجتماعات تصب في الحفاظ على الأمن القومي وتحاول مواجهة التحديات نعم. التي تهدد دكتور إسماعيل الأمن القومي. هنا نتحدث عن الدعم الخليجي لمصر في ملف الأمن المائي كما ذكرت، يعني برأيك ما الذي يعنيه عمليا هذا الدعم الخليجي لمصر في هذا الاتجاه؟ يعني أنا بعتقد أنه أمين عام مجلس التعاون الخليجي السيد جاسم البديوي يعني في كلمة أعتقد أنها معبرة جدا عندما قال أن العلاقات التاريخية مع مصر التي نعدها شريكا أخويا استراتيجيا، هنا بيؤكد الجميع على أن مصر الشقيقة الكبرى لكل دول الخليج، وأن العلاقات التاريخية المهمة ما بين الدول. كمان هو يعني ضد أي تهديد للأمن المائي تحديدا فيما يخص مصر والسودان، وهناك إجماع خليجي كامل على هذه المسألة. أنا بعتقد أنه مسألة التشاور والتنسيق هي يعني آلية اقترحتها مصر لتوزيع الأدوار والتخطيط الجيد والتعامل مع كل التحديات وكل المهددات الأمن، سواء كان فيما يخص الأمن العربي أو أمن المنطقة. وبالتالي أنا بعتقد أنه على مدار فترة أكثر من سنتين تم عقد أكثر من قمة، سواء كان على مستوى وزراء الخارجية أو حتى على مستوى القادة، سواء كانت ثلاثية أو رباعية أو خماسية، كانت تقودها مصر لعملية توزيع الأدوار وتنسيق الأدوار والتشاور الجيد في محاولة الحفاظ على ما تبقى من أمن قومي عربي. نعم. بوجود الشقيقة مصر بجيش كبير يستطيع حماية الأمن ويفرض خطوطا حمراء إذا ما يعني تجاوزت الدول هذه الخطوط التي فرضت. نعم نعم. دكتور إسماعيل تركي الباحث في العلاقات الدولية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.